جوهرة اف ام ديما معاك ديما معاك. سي احمد نجيب الشابي على صفحته الفيسبوك يقول ثم تستر من الحكومة على المعلومات حول ما يجري في الشعب. هو نواخذ في الراجل انه بطبيعه الحال احنا تو تعدينا من الحكومه اللي كانت الاولى حكومه البلاتوات تلافس معناها الوزراء اللي نهار هما في التلافس ويعملوا في السياسه يعني الحزبيه اكثر من السياسه سياسه تسيير البلاد، وذاك علاش احنا في نتيجه كارثيه من الحكومه الاولى. الحكومه الثانيه حكومه الصمت يعني ما عندناش موحد، ما نعرفوش. تعرف انت شكون النطق الرسمي للحكومه؟ ما عندناش نطق رسمي، ما عندناش نطق رسمي، معناها ثلاثة شهور حكومه، ثلاثة شهور وهي تحكم ما عندناش حتى نطق رسمي، معناها تعدينا من الاكستريم لوتر، وقت اللي البلاد فيها ارهاب، فيها عندنا عوان جيش يموتوا، فما معناها ناس تتسائل شنو الحال البلاد، يسمى على الاقل التواصل، يعني التواصل ما خلوش بطبيعه الحال في قضيه الامن ما نجموش تكون شفافيه تامه، ولكن على الاقل تواصل مع الاطراف السياسيه، تواصل في نطاق المجلس التاسيسي. فما نقولوش اللي ما فماش مجهود، على خاطر فما مجهود، وزير الداخليه يعمل في مجهود وغيره، ممكن وليت ما نسمعوا كانوا وزاره الداخليه وزاره الدفاع، هذاك شو اللي نسمعوا، ما نعرفوش صاير بارير. دونك يلزمها الحكومه موك دو كومينيكاسيون، موك دو كومينيكاسيون في الجراوند، معناها يلزمها تنظم روحها. يلزمها رانا في القرن 21 وفي 2013، راك ما تنجمش تحكم من غير ما تتواصل. انا قلنا لكش ما تمشيش على البلاتوات كل يوم وغيره، ولكن اعطينا المعلومات ويجا. وهذه قضيه يا وطنيه، يلزمنا احنا كاطراف سياسيه نكونوا واعيين شنو هو صاير شنو ما صايرش، باش نجموا حتى كي ناخذوا مواقف ونبداو ماخذين بعين الاعتبار. واحنا قاعدين نتواصلوا مع قاعدين معناها ننتشروا كل اسبوع، نبداو موجودين في كل الجهات، نجموا نشاركوا في التهدئه ونعاون هني وتواسوا. اذا عندنا معلومات هني، اذا عندنا معلومات اصعب نعرفوا كيفاش معناها نتواصلوا مع الشعب التونسي. ولكن اليوم الحقيقه ما فماش تواصل من الحكومه. جوهره اف ام ديما معاك ديما معاك.